شفيع الدجال. القديس بابوش واحد من الناس اللي تستغربوا عنه. عارفين ليه الاول قالوا عنه ان هو شفيع الدجال؟ كانت اول معجزة عملها الشهيد بابوش كان في راجل معاه 3 بنات وقدر ان هو يصرف عليهم بعد ما مرضوا وماتت، ودخلهم كل واحدة الكلية اللي هي عايزاها، والراجل فضل شغال لحد ما هو كمان تعب ومات، وكان عنده 4 جرابيس مباني كتبها باسم البنات بحيث ان هما يقدروا ان هما يصرفوا منها على نفسهم. الراجل مات لكن المشاكل موجودة في كل بيت. كان اللي جنب الارض بتاعتهم راجل مش مسيحي وراجل من الناس اللي هما ليهم كلمة في البلد، فحط ايده على الارض وقال انا اخدها عافية. البلد كلها اتدخلت علشان يرجعوا الارض للبنات، لكن الراجل قال انا مش هسيب الارض. وجي في يوم من الايام بنت الراجل ده كانت فاتحة صيدلية اللي هي كانت واخدة كلية صيدلي، فجاتها بنت صغيرة بتاخد دواء لأمها، وجات وهي بتحاسب فوقع منها صورة صغيرة على الأرض، وراحت ميلت فالدكتورة بتقول لها ايه الصورة دي يا حبيبتي؟ قالت لها دي صورة القديس بابوش وزعها علينا النهاردة في مدرسة الأحد وقالوا عليه إن هو شفيع الدجال وأي مشكلة بيحلها بسرعة. فالدكتورة صدقت كلام البنت وخدت صورة القديس بابوش ورنت على اخواتها البنات وقالت لهم تصلوا النهاردة وهبعت لكم صورة واحد شهيد تطلب شفاعته ان هو يتدخل ويحل المشكلة بتاعتنا بأي طريقة. وقعدوا يصلوا، وعلى الرغم ان هم كانوا ماشيين مع محاكم وقضاة ومحاميين ومفيش اي حل، وخلال 5 ايام لقى المحامي باعت بيرن عليهم، فراحوا يشوفوا المحامي عايز ايه. لو الراجل اللي واخد الارض عافية قال لهم بصوا انا بسببكم مش عارف انام. قالوا له في ايه؟ قال لهم انا بقالي 5 ايام في واحد بيجيني ماسك صليب في ايده، واخر الصليب زي نظام حربة بينغزني ويقول لي ترجع الارض للبنات. انا مش هينفع ارجع لكم الارض علشان شكل قدام البلد كلها، فانا كل اللي هعمله معاكم ان اشتري الارض بتاعتكم دي وهديكم الفلوس بتاعتكم وانتوا بعدين، بشرط تكونوا باركين قدامي وتباركولي ان انتم خلاص سبتوا الارض ومش عايزينها، وتكون نيتكم سليمة علشان الراجل بتاعكم القوي ده ما يجيش كل يوم ويصحيني لان انا مش جده. فالبنت الدكتورة قالت له طيب فاكر شكل الراجل اللي كان بيظهر لك ده؟ قال لها ايوة. راحت مطلعها من جيبها صورة القديس بابوش اللي خدتها من البنت اللي خدت الدواء لأمها، فقالت له هو ده؟ راح قال لها هو ده اللي بيجي يصحيني كل يوم ويقول لي رجع الارض للبنات. والبنات خدت حق الارض، والراجل كان فرحان جدا ان هو شرى الارض على الرغم ان هو شراها بفلوسه، والبنات كانوا بيشكروا القديس بابوش ان رجع لهم حقهم. لو انت داخل على امتحانات اطلب شفاعته، لو انت نفسك في طفل اطلب شفاعته، لو نفسك تسافر بره مصر اطلب شفاعته، لو عندك مشاكل في البيت اطلب شفاعته، لو في مشاكل بينك وبين مرتك اطلب شفاعته، لو في مشاكل بينك وبين اخواتك اطلب شفاعته، لو انت مظلوم او متضايق او مخنوق او اتكسرت او نفسك اتدمرت اطلب شفاعته، وبركه شفاعتك القديس بابوش تكون معاكم وترضيكم وتحل مشاكلكم وتفرح قلوبكم.